ميشيل تكفى تكفى ميشيل خلاص سجل. لو 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 ميشيل شو تسوي انت تقمه ولا ايش؟ والله يا مجنون والله يا مجنون. سالم لو 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 مستحيل، اقول لكم سالم مو طبيعي مستواه، لازم يطلع والله لازم يريح. طيب عادي مع الخير، الله يسعدكم الاشتراكات، اقسم بالله مره شكرا على 333 اخ واخت، والله الرقم مره مميز، الله يسعدكم يا جماعه الخير، الاشتراك اقسم بالله مره يسعدنا، الله يسعدكم. السلام عليكم، كيف حالكم؟ عساكم خير طيبين ان شاء الله. اليوم مقطع جديد، ردد فعلي على مباراه هلال الوحده يا حبيبي. الوحده اخيرا الوحده رجعوا يا حبيبي، من زمان متى اخر مره لعب هلال الوحده؟ والله مره من زمان. المهم انه اكثر مباريات هلال فايز مره ما شاء الله. يا جماعه الخير، تاريخ مواجهه هلال الوحده، الهلال طبعا 2-0، 3-1 للهلال، 6-0 للهلال، 3-1 للهلال، 3-0 للهلال، 1-1، 3-1 للهلال، 3-1 للهلال، و2-1 للوحدة، وآخر شيء 4-2 للوحدة. أتوقع اللي كانت قبل كم سنة، سنتين أتوقع، عاد 15 فوز للهلال وفوز واحد للوحدة بس. وعاد هداف يا حبيبي مواجهة الهلال الوحدة مين؟ قميز، قميز الأسطورة. آخ بس قميز هداف 7 أهداف، حلو هداف 7 أهداف. هذه المباراة جماعة الخير تاريخية، الوحدة يوم كان في مستواه كانت مباراة تاريخية، زي هلال والاتحاد، زي هلال والنصر، زي هلال والأهلي برضو. عاد 18 مباراة، 15 فوز وتعادلين، 1 هزيمة، وسجل 43 هدف الهلال واستقبل 14 هدف. عاد احصائيات مرة حلوة والله. وعاد جماعة الخير مثل مقطع، الله يسعدكم، لا تنسوا الاشتراك واللايك، أهم شيء جماعة الخير الاشتراك، الله يسعدكم. أقسم بالله بقول لكم حاجة، شفت انا زمان كنت اتابع اليوتيوب، كنت اقول ليش بمزل كذا، اقول كل شويه اشترك اشترك اشترك، طفشت امنا. الحين انا صرت انزل المقاطع وزي كذا، كل شويه اقول شويه اشتراك اشتراك، عرفت الحين قيمه الاشتراك يا اخي، والله يسعد الواحد اقسم بالله. اي واحد يتابع اليوتيوبر والله اشترك، يمين بالله اكثر شيء يسعد كذا، لما اشوف الجوال زي كذا شويه اشوف اشعار اشتراك، يمين بالله تسعدني اقسم بالله يا اخي، والله ما احد حسب الشعور اللي يجرب قاعد كذا ينزل مقطع بعد التعب زي كذا، تلاقي اشتراك ولا لايك، خاصة الاشتراك والله بيسعد مرة كثير، الله يسعدكم اشتركوا وبس. وحاجة ما تأخر مثل مقطع، لا تنسوا اللايك والاشتراك وفعل جرس التنبيهات عشان تصير مقطع جديد، وحسابات تحت منهم تنظرون على الخير، حياكم ونورون والله. ويلا يا جماعة الخير خلينا نشوف المباراة، بسم الله، يلا بسم الله الرحمن الرحيم، بدأت المباراة يا حبيبي. اوه يا وحدتنا ويذبح شوين والهلال، عادي الهلال دائما يبرر بلطمة جديدة، يلا بسم الله خلينا نشوف المباراة. اولي 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 قوة زرقاء يحيي الطرب، حلو حلو كويلار، عاد كويلار لازم امسكهم ونسلم كمان بلعب، الله يستر منهم. يو دي خطيرة بليه، تكفى حلو حلو، وحش وحش بليه، هذه خطيرة والله، الحمد لله والله، هذا باين لعيب يا الله، شوف كيف لحاله البريك ما لحقوا، الحمد لله انها طلعت، بس توقعت معي وصدع، لكن حلو حلو الحمد لله انها ضاعت، الحمد لله يا رب، الله معلم الحمد لله نضيعها. مريقة يا عيني يا عيني يا بتية، وتي خلينا نسجل تكفى، والله مسجل خلينا نرتاح تكفى. هذا مطربنا الجمهور وربي، العب يا هلال العب، حلو يقالوا خلاص سجل، يقالوا ناول سالم، يهو يهو سالم جنبك، حرام عليك والله حرام عليك، حتندم على الفرصة هذه يا أخي، من بداية مريقة. طب سالم فاتح معاك والله كان جول، لكن اناني والله اناني، ذا قالوا ما يبطل انانيه، خلاص هداف مول دحين كمان، يا عمري كويلار يا وحش اقسم بالله اسطورتي، حلوه يا اخي لو جت ياسر بس، اوه بريك يا الله ذا يسوقها مريقه، يا حبيبي ما تفهم انت، ما تتفاهموا مع بعض، كلكم تعرفوا بعض، ارحم امكم تفاهموا، مريقه ويقالوا اول سالم ويقالوا ارجم، يقالوا يقالوا هو المصيبه يا اخي، واحد يسجل وخلاص ما يبغالها، وربي ما يبغالها، حرام عليكم تكفى والله، لو واحد سجلها وخلاص كان ارتحنا، لين دحين 0-0 يا الله. كاريو شوف كيف خش، حلوه ها يا اخي شيخ، تكفى سلمان، اوه ايش ذا يا عمري سلمان، صح صح بس لا ما استفدت شيء، اخذت الكره على الفاضي، تكفى مريقة يا عمري، يا مريقة يا عيني، هذا التفجير اللي نبغاه، تكفى من اول يا عمري، والله يا عيني يا اخي، والله يا عيني يا عمري يا شيخ،
ايه التفجير هذا اللي نبغاه والله، ما تصده والله من اول اقول نبغى يطلع، والله الحمد لله انه ما طلع ويسجل هدف. دحين اطلع عالي اهم شيء اجيب هدف، والله الحمد لله يا عمري يا شيخ. صح 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 مريقة يا عيني. الله الحمد لله يا عمري، الموجة الازرق اقسم بالله قوة زرقاء شيء اسطوري ما شاء الله. حلو حلو حلو، ما يمشي ما يمشي ما يمشي وحده، والله كاجيزة حقت سالم اقسم بالله. تكفى اوه يا بوتية يا اخي اعطيله خليه يسجل، تكفى خلينا نرتاح. كمان اثنين اوه مو بوتية، احس بوتية والله. يا ساتر الحمد لله انا طلعت، هذا حلو هذي. ليت بريرك حطه في الباب، تكفى. ول 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 والله الشوط الثاني مرة حلو، الشوط الاول مرة منتهي، حسحب الشوط الاول انا ما راح اتوقع اني انزله يعني. كانت مباراة نايمة شوف دحين كيف، يا الله تكفى يا ساتر الحمد لله انها طلعت. شوف 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 اللاعب جنبه، والله الحمد لله انها كانت طويلة، الحمد لله يا رب الحمد لله. مش ممكن الحمد لله انه ممكن، يا الله يا سالم كلنا نتوقع انه حيشوت لكن رفعها مريقة طلع الحمد لله. بيريرا حلوة، تكفى يا اخي مسجل العرضية تكفى. وين جانج بس هو اللي دايما مسجل يا عمري، قالوا يقالوا يقالوا واخلط يا عيني اخلط يا عمري، يقالوا يقالوا يا عيني يا عيني يا عيني. الله عليك يا اخي الله عليك اقسم بالله اسطورة يا اسر يا عيني. آه الحمد لله سجل من اول بس بيسجل، خلاص سجلت ارتحت. هاي بطل انا تكفى والله قهرني بانية هذيك الكور كان هدف. شوف شوف قالوا ما يعطي احد او تسلى، بس والله حلو لو جت سالم كان اعطاه واحدة. مو كذا مو كذا مو كذا، لا لا مو كذا حبيبي، واحدة لسالم الحمد لله انها طلعت فوق، واللي كانت مرة خطيرة وربي هذه خطيرة. حلو ميشيل، والله ميشيل دخل، قلت لكم ميشيل نبغاه عشان عاد، والله من اول اقول ميشيل نبغاه عشان اسرع اللعب اقسم بالله يا فنان. ما حد يلحقه والله ما يلحقوه. سالم لا 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 مو طبيعي سالم، والله مو طبيعي تكفى بسرعة ناوله خلاص لحاله. والله يا فيت ويو ويو ثلاثة يا حبيبي، الرابع الرابع في طريق ان شاء الله، يبى الرابع كمان. لا لا الوحدة قلبي قلبي ما يطاوع يعني انه الواحد يسجل له يخسر الاربعة، ثلاثة حلوة خلاص الا اذا براي يسجل يا اخي، نبغى يسجل والله السهل سجل. اوه عاد ميشيل وبريرا وسعود وسعود يوم دخلوا اقسم بالله انهم سرعوا اللعب وتغير الفريق مره غير الشوط الاول بكثير. سعود تكفى، سعود اول اتكلم عليك وامدحك ايش بامكم انتم، والله بركه الحمد لله انها طلعت. شوف سلمو يا ساتر ما حد يقدر يتقي عليه، والله كان يسجل هدف. بريرا توني اقول بريرا يسجل هدف يا اخي، والله قهر والله كانت مره حلوه اخي بريرا حلوه حلوه. هذه ميشيل تكفى روح، والله انت اسرع توك بشوي داخل يا عيني، خلاص سجل. لا 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 مستحيل ميشيل مو طبيعي يا اخي، يسوقها ورب الكعبه يا اخي، ذا اللاعب يضحك في كل شيء، تباه في ملعب يضحكك تباه برا ملعب كل مكان مو طبيعي. سحبت كل شيء، سحبت بالعارضه خش مع خش مع الكوره اقسم بالله تسجل هدف اسطوري سوى كل شيء، والله قهر يمين بالله قهر اخي، والله مو طبيعي ذا ميشيل والله مو طبيعي. سحب بالحارس وسحب باللعيبه وسحب بالقائم وسحب بالعارضه، اذا مره تفلت منها مشكله احتفل من قبل ما يسجل هدف، والله لو انه رجع كان خشف مع الهدف خشف مع الباب كان جول كان جول رسمي، والله كان هدف اسطوري يا الله. انا القهر انه كان هدف اسطوري لكن لاعب اسطوري عوافي عوافي فدا وربي فدا ميشيل فدا، عاد مره ما قصر في الموسم اللي راح خاصة في النهاية، اعتبر نهاية الدوري اللي مع الفيصلي اقسم بالله انه مره ما قصر حتى في اسيا، اسطور اسطور باذن الله يعوض مرة جاية. يا اخي ذي اللقطة كسرت الجولة والله كسرت الجولة، حتى قالوا مريقة شوف كيف سحبت كلهم، سحبت الهدف سحبت كل الناس، سحب الحارس واللاعب والقائم، هذي تعيد 20,000 مرة ما تصدق انه ضيعها.
هو عقبة خير ميشيل الحبيب كان ايش بيضحكنا، بس انا عارف ميشيل كان مسجلها والله. مستحيل ميشيل هذه يضيعها، مستحيل، اكيد هو بيضحكنا وقال يلا خلينا نضيعها. ومنا كمان نرحم الوحدة، الوحدة في القلب، بعد في القلب والله في القلب، بإذن الله بإذن الوحدة لحد المباراة الجاية الوحدة تفوز بإذن الله. يا أخي لازم نفوز وما نبغاهم يهبطوا بإذن الله، نقدر عاد في الباطن مرة مستواه منتهي، وفي فريق ثاني أتوقع الطائي والله ما أدري مين، بس إنه في فريقين يعني إن شاء الله الوحدة بإذن الله يقدر يكمل بإذن الله. هاي ما تخير الحين بإذن الله راح أشوف أهداف الجولة الرابعة بإذن الله، تكون جولة أسطورية وأهداف حلوة، وراح أشوف إيش أحسن هدف وأحلى هدف ونشوف. بسم الله أول مباراة من الطائي والفتح، حلوة الرفعة، حلو 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 الراسية، بإذن الله بشوف إيش أحسن هدف. أوف ما في معلق ليه؟ ما في حماس كذا، بس يلا يلا معلي عادي. حلو 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 حلو، هدف من الطائي، أوكي. وش كنت أتكلم الطائي بس حلو حلو، بس قديم ما في معلق، أوكي هدف الشباب، هذا يربك هدف أسطوري، حلوة، والله، هدف من دقيقة ثلاثة. بس مو مرة هدف حلو يا اخي، هدف قوي، هدف كارلوس جونيور اللي اول صورت عليه الجولة، اقسم بهدف اسطوري. بس حلو الكنترول، بس هدف عادي، مرة هدف عادي. ويلا يا حبيبي مباراة النصر والباطن، حلو الرفعة، يو يا عيني، والله والله هدف اسطوري والله صراحة، هدف من النصر بس انه هدف اسطوري من بعيد والله، يخرب بيتك يا شيخ، هذا لويس كساف حقكم. حلو، شوف 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 والله هدف حلو والله، بس الحارس حارس ما ادري ايش يسوي. عاد تلسك اكيد جول، اكيد اكيد انا متاكد جول، يا الله يا الله مو طبيعي والله مو طبيعي تلسك. خلاص خلينا نشوف هدف، هذا عاديه مره، شيء عادي تلسك يجيب هدف، هذا عادي احسب اعتبر بلنتي، حتى بلنتي يمكن عنده اصعب، الفاول عنده ايزي. يا اخي تلسك يا اخي والله اللاعب مجنون، من قبل ما يجي النصر انا مره عجبني، شفت له مقاطع خاصه فيفا كنت نعرفه هو مره قوي. لا تقول لي كمان هدف، اوه والله هدف حلو لو انه ما صد الحارس كمان جوستافو والثاني ذا الشهيل، مو طبيعي والله. شوف شوف كيف، اوه يا سامي محظوظ والله، كملها غريب ولا تلسكا غريب، اوه هذا تعليم السومة مليون بالمية يا حبيبي، تعليم السومة ما في الا السومة حطها زي كذا. والله اتذكر في مقطع شفته كان يقول السومة علمتك الفاولات، كان يقول غريب علمت فاولات، والله علم والله، اخي اسطورة السومة. سعيد حلوة يا اخي، من شاف هدف كذا اسطوري يقول واو، ما في هدف اسطوري، هدف عادية مرة، بس يلا يلا حلو حلو. اخي الكوكبي ما بتجي هلال يا اخي، مع انه ما يحتاج بس والله يحتاج دكة. حلو حلو والله صراحة الرفع مرة حلو، وهذي يوه حلو حلو، من زمان في الاف عرضيات كذا من ركنية يا اخي، هو هدف الرائد، حلو حلو الله، نهاية الشوط الاول هذي حلوة يا عيني، كمل والله، ايش بهم ذول وحدة يا عيني، هذا الهدف الاسطوري، هذا هدف حلو والله، فوزير اللي كان في النصر يا عيني يا عيني والله من بعيد والله هدف حلو والله، يا عيني يا عيني، شوف 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 يا عيني، شوف كيف والله حلوة حلوة من بعيد والله مو سهلة. اوه مباراة الاتحاد، هذه المباراة اللي من اول بشوفها مرة ما ادري عنها، الله عليك هذا مين ده، اوه حمد الله حمد الله رجع حمد الله، والله عبالي انه حمدان الشمراني، قلت مين ذا اللاعب ده من اول ارتقي، يا عيني والله ما حد مسكه، كورنادو يا عمري، اوه الحارس حارس ما مسك ذا الناس، ما مسك ذا الناس، الاتحاد مع الخليج عاد، وحمد الله وحمد الله ثلاثة يا حبيبي ثلاثة، ويسجل يا عيني يا عيني، اسجل هاتريك ما اتوقع، اتحاد 2-0 دقيقة 68، شوف شوف كيف الحارس مسكها واعطاه له هي، لو انه مسكها واخذها منه صح فاول، بس هذا هدف عادي الحمد لله، عاد ما يحتاج كله الحمد لله سجلها، يا عيني يا عيني، هذا مين هذا، والله 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 هدف حلو والله
نزاوي ميتة. هذا مين؟ اوه صالح العمري. يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني يا لعيب. مين مسجل؟ مسجل دقيقة وشوف. والله فنان والله. اي والله صالح العمري يا عمري يا اخي، والله لعيب، اقسم بالله لعيب. هذا الاتحاد كان يبغاه، هذا الف حلو كمان الثاني. والله فيحاء ان شاء الله سجل هدف دبل من نص الملعب، حقول هدف خايس. معليش فيحاء هنا فريق كريم كمان لابس ازرق. يا مسري ما تلبس ازرق مره، مو لايق عليك ابدا. اوه والله هرب جارث بيل، هرب. هذا فين؟ مين؟ فهد الرشيدي يا حبيبي. اوه لا 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 لا، بس والله حلوة حلوة من الحارس لعبة فهد الرشيدي سجلها. لو انه كملها توامبا لو لعب تعاون كان دفع يكون مرة اسطوري، لكن خربها. قال انا ما بعطيك ولا شيء يا توامبا، انا سجلها لك، انا سجلها لك مرة ما عليك. عاد عوضهم ولا كيف؟ حلوة حلو حلو حلو. اتوقع هو اللي نكبهم، هو اللي رفع. والله اتوقع اللي والله هو، والله كأنه هو. حلو حلو، سوي اللي عليه، ساعدهم ورفع لهم. حلو حلو، شوف 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 كيف لعبها من زاوية، حطها واحدة. والله هدف حلو والله، والله صعب والله. يا عيني فوزاري سكت. مين بس؟ دقيقة 85 يعني هدف كان مرة مهم. دقيقة 85 شوف كيف حطها، كانت كرة ميتة بس فوزاري كيف حطها. والله يا عيني أرضية صعبة والله. حسنا في الجولة بالنسبة لي أنا، بالنسبة لكم انتوا اكتبوا في الكومنتات وقولوا لي مين. عاد باين من صورة المقطع في هدف الجولة حطي صورة فوزير، عاد يعني نفس ما قلت أنا، توقع هو حاطين أحسن هدف في الجولة. والله يستاهل، هدف أسطوري، لا هدف مريقة ولا هدف، يمكن هدف غريب الفاول الحق قال. والله هدف حلو، وصح كمان لويس كوستافو، اسمه لويس كوستافو حق النصر ما أدري، بس غريب حلو مرة، هدف حلو. تريسكا عاد ما يحتاج أهدافه هذه، دائما سجل لك كعب، سجل لك فاول عاد مرة شيء بسيط، يعني ما يعتبر هدف أسطوري. نبغى هدف في نص الملعب نقول هدف أسطوري لك. هذا ما سويتها اللي توقع الله سواها مع فريق الصيني. وبس ما تخيل ما شوفوا المقطع، لا تنسوا اللايك والاشتراك وتفعيل التنبيهات عشان تصلكم مقطع جديد، وحساباتي تحت من حياكم رون. والله وبس ما تخيل، الله يسعدكم، اهم شيء الاشتراك الله يسعدكم، استمروا التفاعل باذن الله راح اسمع المقاطع. بس اشوفكم مقطع ان شاء الله، سلام.